السلام عليكم متابعيني مشاهديني، بوريكم طريقة كيف تعرفون العسل الأصلي من العسل التقليدي. أتمنى تعجبكم الحلقة، ولا تنسوا تضغطوا اللايك، تشتركوا بالقناة وتفعلوا جرس التنبيهات ليوصلكم كل شيء جديد. يلا خليكم مع المقطع. هلا شباب، بعلمكم طريقة كيف تعرفون العسل الأصلي من التقليدي. أول شيء نحط عسل، عسل وبعدين نحط ماي شوي. اوكي، وبعدين تسوون هاللون. نحرك 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 حرك دقيقة. حرك دقيقة. اللون شو اللون؟ حرك اللون، نحرك شوفوا كيف، شوفوا كيف طلع. إذا طلع يعني هذا عسل أصلي، إذا طلع شكل خلية النحل هذا عسل أصلي، إذا ما طلع عسل تقليدي. نحرك شوفوا، إذا طلع شكل خلية النحل هذا عسل أصلي، إذا ما طلع عسل تقليدي. نحرك شوفوا، شوف الشكل، اللون. نحرك هذا هو الشكل، شوفوا وبس.